السلام عليكم، معكم محمود. أصبحنا وأصبح الملك لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. صلاة العيد هتبقى في الاستاد. يظهر مكتوب عليها كل مرة، كل سنة بصلي صلاة العيد، بالذات صلاة عيد الأضحى، في بلد مختلفة، كل مرة في مدينة مختلفة. هوريكم المنظر بس سريعا عشان أنا عايز اتحرك بسرعه. طبعا الناس بقى ايه اللي هم حتى يعني غير المسلمين، وانت رايح الصبح كده كلهم سبرازني كان يعني بيعيد عليك بقى. قعدات حلوه، ربنا كريم، مخصصين ملعب هنا سبرازني كان. دخل بقى فينا بعض الناس بتسلم عليك، في ناس قاعدة ايه ما شاء الله. السلام عليكم. السلام. أجواء كويسة، في أجواء لطيفة، وفي ناس وهنا الرجالة بس، وفي برضو مصورين وناس جايين من التلفزيون. هو حدث طبعا للمدينة كلها. هنقي مكان دلوقتي. انت لو معاك اسرتك بقى ايه بتدخلهم الاول، بالذات النساء يعني، يقول ليهم مكان تاني. هنا الرجالة بس. ولو انا يعني فوجئت ان انا داخل هنا في خمس ست ستات قاعدين ورا بعيد يعني كده، فالستات وبالاطفال والحاجات دي هنا. لو معاك ولادك برضو الاولاد بيجوا معاك المكان بتاع الرجاله طبعا. طيب انتوا عارفين صلاه العيد بتبقى في الخلاء، فده سنه يعني ان انت تبقى في ملعب زي كده. فالحمد لله اجواء جميله. في قران بيت الاول موافق болып динебиздин эң зур мәрәсимнәрнең бирисе ул да булса Гарафа көне, Гарафа тауында, Гарафа җирлегендә хаҗиларыбыз үзләренең хаҗларын үтәделәр. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә: "Әл-хаҗ бил-Арафа, хаҗ ул Гарафа" ди. Без сезнең белән кичә монда ураза тоттык, ibadat qıldıq, namazlar oxuduq. Çünki biləsiz, onların kiyimləri iki palatensadan tura, həm onların içki kiyimləri də hətta yox. Onların başlarında da yox, onların nasları da yox. Mənə bu ay bir bizə biləsiz bu nəsəni işə düşürə. Çünki biz bu dünyaya gələn vaxtda kiyimsiz şərə halımızə gələn idik. Həm bu dünyadan da biz şunday halatda gedəbiz. Hacda məsələn президент болсын, министр болсын, ғали кіші болсын, барысы да бір киімді. Бүгін телевизорларыңызды ашып қараңыз, бүтінісі бір киімді ерейлер, бүтінісі де бір дәрежеде. Бұл исламның моторлығы, бұл диннің моторлығы, һәм біздің бұл ислам дині тигізлеп қойды. Біз бүтініміз бір сафта отырамыз, кім болуымызға қарамастан. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ضحوا عن اطيب اموالكم وعظموها امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وإن الله تعالى أوجب علينا تكبير التشريق عقب الفرض من الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.